أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نقوم باستعراض لجهاز اتش بي أومن رقم الموديل 15-CE025TX، وهو من الأجهزة المخصصة للألعاب والمخصصة لمحترفين المونتاج والتصميم. بداية سوف نقوم باستعراض الشاحن قبل استعراض الجهاز. الشاحن يأتي كما تشاهدون بمقاس صغير مقارنة باستعراض سابق قمنا به لشاحن لابتوب أزوس، كان بالقطع أكبر من ذلك بكثير. الشاحن يأتي 19 فولت بقوة 150 واط ب 7.7 أمبير. هذه بالنسبة للشاحن، وهو يأتي بشكل جميل وملفوف لف كما نشاهد. أما بالنسبة للحاسب المحمول الذي بين أيدينا، نشاهد أصدقائي التصميم الجميل التي قامت به شركة اتش بي، تصميم الأومين تحديدا كما نشاهد، تصميم رائع وخاصة بهذا الشعار الأحمر مع الخطوط الحمراء في هذا المكان كما نشاهد، بالإضافة إلى منافذ التهوية الرائعة التي جاءت بالخلف كما نشاهد في الجهاز، إضافة إلى منافذ تهوية أيضا إضافية في الخلف من ها هنا وها هنا، بالإضافة إلى أن البطارية صعبة النزع لأنها مدمجة من الداخل. كما نشاهد أصدقائي الجهاز كما تكلمت هو مخصص للألعاب، فهو بحاجة إلى تهوية وبحاجة إلى تبريد عالي كونه يحتوي معالج من فئة الـ HQ. سوف نتطرق بداية إلى المداخل والمخارج بأطراف الحاسب كما نشاهد أصدقائي ها هنا. إذا بداية نشاهد عندي من الجهة اليمنى مدخل الشاحن أو مدخل الشحن، بالإضافة إلى مدخلي USB، وكل هذه المداخل هي من USB 3 USB السريع، بالإضافة إلى ضوء صغير وهو ضوء الليد الخاص بعمل الهارد ديسك، بالإضافة إلى مدخل لكروت الذاكرة كما كل اللابتوبات أصبحت تأتي. أما بالنسبة للجهة اليسرى، بالنسبة للجهة اليسرى أصدقائي كما نشاهد، يأتي معنا الجهاز بمخارج HDMI، بالإضافة إلى مخرج شبكة بسرعة 1000، مخرج شبكة بسرعة 1000، بالإضافة إلى USB ثالث، بالإضافة إلى مدخل Type-C الحديث. يأتي معنا هنا مدخلي صوت 3.5، أحدهما للسماعات مع الميكروفون إن أتوا مدمجة بجك واحد، وعندي أيضا جك منفرد لوحده للميكروفون على حدة على حدة. هذه ميزة يعني جديدة ومميزة في هذا اللابتوب، أنه يمكنني إضافة سماعات مع المايك بآن واحد في مدخل واحد أو بشكل منفصل على هذا الجهاز. أما بالنسبة أصدقائي للتصميم من الداخل، فقد أتى الجهاز كما نشاهد بكيبورد باللون الأحمر، كيبورد باللون الأحمر مضاء ولكن غير متلون، مضاء وغير متلون كما في أزوس الروج. طبعا سوف أتكلم الآن عن بعض مواصفات الحاسب بشكل سريع. أما بالنسبة لمواصفات هذا الحاسب، يأتي كما ذكرت لكم بمعالج i7 من الجيل السابع بنوعية HQ، كما أنه يأتي رباعي النواة، وكما نعلم أن هنالك فرق بين معالجات انتل بغض النظر عن الجيل، ولكن هنالك فرق بين معالجات الـ HQ والمعالجات اليو أو معالجات العادية. ما هو الفرق إخواني؟ الفرق في معالجات الـ HQ في البداية أنها تأخذ رامات أعلى بكثير من رامات المعالجات العادية، فالمعالجات العادية تأخذ حتى 32 جيجا بايت من الرامات،
بينما معالجات الـ HQ تستطيع الحصول حتى رامات 64 جيجا، بالإضافة إلى أن معالجات الـ HQ بحاجة إلى تبريد أعلى وبحاجة إلى طاقة أكبر، لذلك نلاحظ أن الشاحن الذي أتى معه يعني بأمبير عالي وبواط عالي. إذا بالنسبة هذا للمعالج كما ذكرت لكم، إذا هو من الجيل السابع HQ ب6 ميجا كاش، وهو بحاجة لتبريد عالي كما ذكرت لكم. أما بالنسبة للرام فهو يأتي برام 8 جيجا بايت وبنوعية DDR4، إذا 8 جيجا الرامات. أما بالنسبة لكرت الشاشة فهو يأتي انفيديا 1050 تي اي. 1050 تي اي، يسألني البعض ما هو الفرق بين 1050 العادي و1050 تي اي؟ الشركة عادة انفيديا تصدر كرت فرضا ال1050، ولكن بعد فترة تصدر بعض التحسينات عليه كهاردوير او كمعالج او كسوفتوير، يعني جميعها بآن واحد، ويسمى الكرت المحسن. تي اي هو الكرت المحسن. ها هنا أصدقائي، هذا الكرت هو الكرت المحسن من 1050، إذا 1050 تي اي. هل هو أفضل من 1060 العادي؟ لا لا، 1060 العادي سوف يكون أفضل من ال 1050 تي اي. هذا بالنسبة لكرت الشاشة، وهو يأتي 4 جيجا الكرت وبنوعية DDR5 DDR5. أما بالنسبة للستورج الداخلي أو الهارد الداخلي بهذا الجهاز، فهو يأتي بهاردين معا، الهارد الأول 128 SSD وهو يمكنك تخصيصه للويندوز، ويأتي معك هارد آخر من ضمن الحاسب HDD 1 تيرا. HDD 1 تيرا، كما ذكرت لكم سابقا أن سرعة الشبكة تأتي بسرعة 1001 جيجا، كما أنه يعني يحتاج إلى تبريد وتصميمه مخصص للتبريد العالي. إذا يعني يجب وضع الجهاز على يعني في حال اللعب أو في حال استخدامه بمجال المونتاج أو ما شابه، يجب وضعه في مكان مهوى قدر الإمكان، لأنه سوف يسخن بسبب يعني قدرة المعالج العالية وكرت الشاشة العالية. هذه أهم المواصفات أصدقائي، وأهم النظرة السريعة يعني على هذا الجهاز، وهو صراحة جهاز قوي ومن الفئة العليا. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.